برج الحمل، انتبه لكلامك لأنه قد يؤثر على الآخرين وقد يكون حادا جدا. على الرغم من ذلك فإن ذلك لا يعني أن تخفي الحقيقة حتى تتجنب المشاكل. عليك أن تدرك أن الحقيقة يجب أن يتم الإفصاح عنها مهما كانت الظروف، ولكن عليك أن تختار الوقت المناسب. برج الثور، إذا كنت مهتما بالحب هذا اليوم، سواء كنت على علاقة جديدة أو كنت مرتبطا بالفعل، كن حذرا من التفاصيل الدقيقة التي تدمر أي علاقة. ربما تقع في بعض المشاكل بسبب حساسيتك المفرطة، لا تتذمر دون سبب أو بسبب أمر بسيط. برج الجوزاء، تثار اليوم قضايا مهمة جدا أمامك، ولذلك قد يكون من الصعب أن تشعر بالأمان أو الاطمئنان. هدفك الأول اليوم هو إحساسك بثقة الشريك بك وبقدراتك، ولكن لسوء الحظ قد يكون الحبيب أحد الأشخاص الذين يتسببون في الصعوبات التي تواجهك اليوم. برج السرطان، طاقتك البدنية عالية جدا اليوم، ولذلك قد تستغلها في ممارسة الرياضة. كن حذرا، جسمك ليس لائقا كما تتصور، ومحاولتك للقيام بهذه الأنشطة قد تنتج عنها إصابات عديدة. شخص ما بالقرب منك ليس على ما يرام، فحاول أن تطمئن عليه. برج الأسد، تواجهك اليوم بعض المشاكل في المنزل التي تتعلق بتلف أو توقف بعض الأجهزة الإلكترونية. اتصل بالمختصين ولا تحاول أن تقوم بإصلاحها بنفسك، لأن الأمر قد يزداد سوءا. انتبه، فقد تتحول المناقشات إلى خلافات ومشاكل. برج العذراء، أنت اليوم مرتبك ومضطرب قليلا، وربما تسأل نفسك بعض الأسئلة الفلسفية، أو ربما تفكر في القيام برحلة طويلة في مكان بعيد. ولكن ما هو قرارك؟ هل ستسافر أم ستبحث بنفسك عن إجابات الأسئلة التي تدور في رأسك؟ برج الميزان، ستكون اليوم أكثر خبرة إلى حد ما في علاقتك الشخصية. ربما تتعرف على بعض الأشخاص وتقضي معهم وقتا لطيفا مع أصدقائك القدامى. يجب أن تركز على حياتك العاطفية بقدر الإمكان وتكرس لها وقتك وجهدك. برج العقرب، ربما يسيء البعض فهم كلامك اليوم. أنت تعيش في عالم الخيال الذي يبعد كل البعد عن الواقع المحيط بك. إذا قررت المكوث في المنزل اليوم ربما لا تجد مشاكل وسيكون الوضع مستتبا، ولكن إذا غادرت المنزل ننصحك بأن تكون واضحا مع الآخرين. برج القوس، ستدخل اليوم في دوامة الشك خاصة في حياتك العاطفية. أنت تحب أن تكون حياتك وعلاقتك واضحة جدا. ربما تفكر كثيرا في علاقاتك على مدار الأيام القليلة المقبلة. هل أنت متأكد أنك اخترت الشخص المناسب؟ ستكتشف إجابات هذه الأسئلة خلال الشهرين المقبلين. برج الجدي، عليك أن تركز أكثر على عملك، فالكثير من المحطات المهمة في طريقها إليك. مصارحة الحبيب بما تشعر أفضل من أن تبقى صامتا، ومحاولة حل بعض المشاكل العالقة أمر مهم اليوم. اهتم بمظهرك الخارجي اليوم أيضا. برج الدلو، كنت مثالا للطباع الهادئة الفترة الماضية، لذا لا تنفعل إذا كنت ترغب في الحفاظ على الصورة التي أظهرتها للآخرين. الشريك ليس مضطرا إلى تحمل ردود أفعالك، فقد قدم الكثير لك وعليك أن تبادله بالمثل. برج الحوت، لا تنتظر اهتمام الآخرين بمشاعرك أو حتى بكلماتك. أنت تحظى باحترام الآخرين أكثر من أي شخص آخر، ولكن لن تجد هذا اليوم من يهتم بعواطفك ومشاعرك. هذا الأمر قد يكون صعبا بالنسبة لك.